ياما في الحبس مظاليم، مقولة هتأمن بيها لما تسمع قصة كولين كامبل، الشاب الأسترالي اللي حلت مصيبة عليه لم تكن في باله إطلاقا. كان كولين كامبل يدير متجر قريب من فتاة تعرضت للاغتصاب والقتل خنقا. الشرطة داهمت منزل كولين فوجدت خصل شعر شقراء في منزله، فأكد الخبير الجنائي بأن الشعر يعود لفروة رأس القتيلة. زاد الأمر سوء على كولين إن عاهرة وعراف شهد بأن كولين اعترف لهما بقيامه بقتل الفتاة. كانت شهادتهم شهادة زور، قبضوا ثمنها من شخص مجهول. في نفس السياق شهد رجل آخر ضد كولين وكان له سابقة شهادة زور، لكن القضاء أغفلوا ذلك في المحاكمة. لم يتم أيضا استجواب شهود كولين الذين شاهدوا كولين في متجره وقت وقوع الحادث. تم إعدام كولين سنة 1922. في عام 1993 قام باحث يدعى كيفين مورغان بإعادة فحص الشعر باستخدام تقنيات حديثة، تبين من خلالها أن الشعر لم يكن من فروة رأس القتيلة. في 8 مايو 2008 أصبح كولين كامبل الشخص الوحيد في التاريخ الأسترالي الذي تم إعدامه قضائيا والذي تم تبرئته بعد ذلك.